وحشتني يا وز. شيل ايدك من عليا يا شاطر. الله فيها جميل. انا قلت لك انت محرم عليا لحد يوم الدين لغايه ما تكون اتصرفت. محرم ده يا بنت؟ ده انت الحاجه الحلال الوحيد اللي في حياتي. سيبك من الكلام ده، احنا مش جايين نتساير مع بعض. انا قلت لك ما تقابلنيش غير لما توفي بوعدك. طب اسمعي، انت هتشتغلي معايا. اشتغل معاك ايه يا سيد؟ اشتغل في السرقه؟ هو في حد في البلد دي ما بيسرقش حد؟ ده البلد كلها سرقه، ده كل واحد حاطط ايده في جيب اللي جنبه، الوحيد المظلوم في البلد دي الحرامي، هو اللي بيتمسك. ايوه بس انا ماليش في السرقه، اخري يعني ورك فرخه من الثلاجه من عند الناس اللي كنت بعرض عليهم البضاعه. يا بنت ما تخافيش، اول هام انت مش هتباني في الصوره خالص، تاني هام كل ما هنالك ان انت هتستقصي على اصحاب الشقق اللي انت بتروحي لهم دلاله. بيخرجوا امتى؟ بيرجعوا امتى؟ المناور فين؟ وانت دايسه منطقه المهندسين. واهم هام بقى في الموضوع واخر هام، ان انت المدام بتاعتي، يعني مراتي حبيبتي، مش هتخونيني. ايوه يا سيد بس دي شغلانه خطره قوي. ولا خطره ولا حاجه، جمدي انت بس قلبك ونمري لنا الشقق واحنا هنقوم بالواجب. انتوا مين بقى ان شاء الله؟ انا وملي وفطوطه الاسيست بتوعي. مين؟ ملي وفطوطه. ايوه اللي ايه؟ الاسيست بتوعي، المساعدين يعني. ماشي. بس انا بقى مش هنزل المهندسين. بس انا وشي تعرف قوي هناك. براحتك يا جميل، انزل المحامين، المدرسين، اي حي يعجبك. يبقى بقى سيبنا مخمخها وبعدين اتصرف. حلاوتك يا جميل، شكلك هتبقى زعيم عصابه قمر. ايه الحلاوه دي؟ انت عارفه انا نفسي هفتني على ايه دلوقتي؟ على ايه يا سيد؟ على طاجن باميه باللحمه الضاني وشويه محشي ورق عنب. يا سلام من ايديك الحلوه دي. عايز تاكل لحمه يا سيد؟ يا ريت. طب شخشخ يعني. ما هي دي مشكله الجواز. عرفتي بقى انا كنت رافض اتجوز وعايز افضل عازب ليه؟ اما اخش بقى جوه ادور لي على اي لقمه ناشفه نتعشى بيها. قال يا واخده القرد اهو، طلع قرد بس. ايوه باشا، احنا خدامين معاليه. تحت امرك، تحت امرك. طلقه 9 مللي. اللهم اعزك يا شطاره. لا معاك يا باشا، معاك. عايز حاجة كويسة؟ كويسة ده ايه؟ ده انا عندي حاجة تهبل. اي عارف القمر؟ اهي دي تقول للقمر قوم يا معفن وانا اقعد مطرح. ايوه. لا 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 لا، ما عليك مش هتعمل اي حاجة، احنا بنقدم خدمة متكاملة all inclusive. ماشي يا باشا، ماشي، في حفظ الله، مع السلامة. ازيك يا توح؟ ازيك يا روح توح؟ يا روح النعناع انت يا جميل. انت النهارده مش بتاعتي يا توح. مش فاهم، يعني ايه؟ الراجل الكبير عايزك يا ستي. مين الراجل الكبير ده وشافني فين؟ الراجل الكبير ده حد من التقايل اللي في البلد. اما بقى شافك فين فانا اللي وريته الفيديو. فيديو؟ دي نصيبه. لو انت يعني الفيديو اللي انت مصوره جوه ده مش عشان مزاجك، انت بتفرجه للناس؟ ايه الانانيه دي يا توحه؟ يعني احنا نتفرج وننبسط وبقى الناس تتحرق؟ لا ما يصحش. المهم يا بت، انا حاسس ان انت هتتنقلي نقله كبيره قوي يا بنت المحظوظه. من بقى الباب السابع. عارفه لو الراجل الكبير ده انبسط منك هتخش التاريخ من اوسع ابوابه. طب انا هروح اغير هدومي بقى عشان الحق ادخل التاريخ. عايز اتفرج بقى على طقم التاريخ. التاريخ بس. التاريخ والجغرافيا يعني. باي روح. عسل بنت الايه؟ أنا ما كنتش متخيل إنك بالجمال ده. فعلا أنت ساحرة. عينيك هما الحلوين يا باشا.
اكيد يعني هم لو مش عارفين ان حضرتك برنس مش هيبعتوا لك الحاجه الحلوه. الله 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 الله، واثقه من نفسك للدرجه دي كمان؟ واثقه في نفسي علشان عارفه ان هم مش بيحذفوا في النيل غير احلى عروسه. تسمحي لي؟ انت غريب قوي يا باشا، انا عمر حد ما عملني كده ولا حد عملني بالحنيه دي. من ناحيه دي بقى اطمئني، لانك هتلاقيني راجل مختلف عن اي راجل قابلتيه في حياتك. باين يا باشا، باين يعني ان انت برنس كده وسيد الناس كلها. ها، مستعدين للرحله؟ رحله ايه؟ احنا مسافرين ولا ايه؟ لا، رحله مزج العذاب بالمتعه. عذاب؟ عذاب ايه كفالة الشر؟ شوفي يا توحى، الألم لما بيكون موجود بالحاجة الحلوة بيبقى ليها طعم ومذاق تاني خالص. هو الكلام يعني كلامك غريب يا باشا، حلو وعجبني، بس يعني مش فاهمة حاجة، مش فاهمة تقصد ايه. لسه عبي بقى جسمك كده تعبان ومرهق وتتشكي شكة كده ونزلي كام نقطة دم تحسي بعديها براحة تامة. دم؟ ما بلاش تخوفني منك بقى يا باشا. عارفة يا توحى أحلى حاجة فيك إيه؟ إيه؟ إن في حاجات كتير أنت ما تعرفيهاش، وهتتعلمي على إيدي بقى حاجات عمرك ما شفتيها قبل كده. وماله يا باشا؟ أنا جاهزة أجرب واتعلم اللي عمري ما شفته. مش بقولك انها رحلة؟ رحلة تاني؟ انا والله ما فاهمة حاجة يا باشا. طب ايه رأيك بقى، نطلع من هنا ولا نختصر المسافة ونعدي من هنا؟ نعدي من هنا ازاي بقى؟ نعدي من هنا يعني تبلي نغرق. نغرق؟ طيب تعالي بقى موريك الغرق الجميل شكله ايه. اي 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 اوه. نفسي يا بت تعرف مين اللي شرحك كده. قعدي ساكته بقى، مالكيش دعوه. الله، وانت هتستقوي عليا انا؟ كنت يا اختي استقوي على اللي ضربك. احكي يا بت وقول. ما تسكتي يا وزه بقى وتنقطيني بسكاتك، انا ناقصاكي؟ بتزعقوا ليه يا حلوين؟ بتقولوا ايه من غيري؟ عامله ايه يا وزه؟ ايه ده؟ ايه اللي عامل فيكي كده يا بت؟ هتضربك بخرطوم ولا ايه؟ لا. امال ايه؟ كرباج. يا لهوي. شوفي يا اختي، البت اللي كانت مستقويه علينا جايه متخرشمه ازاي؟ ما تحكي يا بت، كرباج ايه؟ كرباج عمل. ما سمعتيش يا اختي عن عشاء العمل؟ اهو ده بقى كمان كرباج عمل. يا بت انت بتضحكي علينا ولا ايه؟ ما تقول يا توحه، ما تنقطيناش كده بالكلام. قولي في ايه يا حبيبتي؟ مين اللي عمل فيكي كده؟ ماشي، حاضر هحكي لكم. رحت قابلت يعني راجل من الرجاله العلوي قوي الجامدين دول، قعدني قاعده ايه فخمه قوي، قعدت في الجنينه، انوار ايه واكل ايه وشرب ايه، هيسه. وبعدين قعد يعني يتكلم معايا كلام كده ما فهمتوش الصراحه برضو في الاول. قال لي انا عايزك تمشي على الطوب المكسر والازاز المكسر، الابصر ان الحاجات دي لما تعمليها نفسيتك كده تتغير والوجع اللي في نفسك يروح وتبقي احسن من الاول. وبعدين بعد كده يعني دخلنا على الاوضه وبس ايدي وقال لي شكرا يا حبيبتي. بصي انا بحاول اتكلم مصري زيكم وافهم، بس المكسر والنفسيه والطوب فاهم حاجه انت؟ والنعمه فاهمه حاجه. ولا انا فهمت حاجه، ان كان انا ما فهمتش انت اللي هتفهمي يا مخبله انت. الله، طب وسبتيه يعمل فيكي كده ليه يا بت؟ هعمل ايه يعني يا وزه؟ شغلي كده، اكل عيشي كده، اقول له لا؟ يعني اللي يقول لك اي حاجه تعمليها تعمليها، انت هبله ولا ايه؟ اه اعملها، امال اعمل ايه يعني؟ واسكتي بقى، نقطيني بسكتك وانت عامله زي قبل النظره كده. الله، وانت هتعصبي عليا؟ الحق عليا، انا خايفه عليك. ما تسكتي بقى شويه بقى، انت مركبه راديو في بقك. تصدقي ان انا بنت رمى، انا بسال عليكي جاتك القرف ان شاء الله تولعي. خلاص وحدوا الله بقى، لا اله الا الله. ايه يا ام هاشم، طلعي الشيطان من بناتنا ورجعوا كده زي الحلاوه بالقشط. وانا عايزه اقول لك حاجه، ما تزعليش، انت شكلك احلى وانت مقلمه كده، حتى تجديد للزباين يبقى شكلك بالطول كده. بس بقى يخرب بيتك، بنت فقر بقى احلى وهي مقلمه. بس يا فقر تلاقي زباين احلى.